أظن على أن لا يمكن أن نترك الأسر يعني بمفردها، أظن أنه سيكون هناك أو بدأنا في وضع برامج بالنسبة لمواكبة هذه الأسر. أولا من ناحية مشروع الحماية الاجتماعية، إذا ما تم توفير الصحة وتوفير التعليم وتوفير كذلك تعويضات على فقدان الشغل وكذلك التقاعد، يعني تعويضات التقاعد، فهذا سيعين الأسر الفقيرة والأسر الهشة من حيث أن يواكبوا كذلك السيرورة الحالية. هناك الأمر الثاني المرتبط كذلك بسياسة طويلة المدى، أظن بأن دعم التعليم بالنسبة لهذه الأسر ودعم كذلك ولوج سواء الذكور أو الإناث من أولادهم إلى التعليم، فهذا قد يعيد إحياء ما يسمى بالمصعد الاجتماعي، وهذا قد يساعد الأسر على الخروج من هذه الإشكالية. هناك الأمر الثالث هو أنه أظن بأن وهذا مرتبط بالإحصاء الذي يجرى الآن، الإحصاء السكان والسكنة، ربما بعد المعطيات الجديدة التي سوف تخرج من الإحصاء ربما سيكون هناك إعادة تكييف لمعدل الفقر ومعدل الهشاشة، وعلى ضوء هذا يمكن أن تكون هناك عتبات أخرى جديدة بالنسبة للمواطنين، وهذا سيساعد بالتقاط هذه الأسر الهشة والفقيرة ودعمها بطريقة أكثر نجاح.